Ya, ada Ghazali, ada Khulaifi, kita akan tes bacaannya. Coba lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil bunuj. Wal yaumil mau'ud. Wasaidu wa mashud. Kutila ashabul uhdud. An-naari dzaatil baqud. فلما التقيتا هاتين الفتاتين يعني سبحان الله كأنهما يعني توأم، صار من الود والعلاقة بينهما شيء عجيب. فأنا أدعو الآن البنتين ماشطة مع والدها وكيلا، ما شاء الله كيلا، السلام عليكم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ماشطة، السلام عليكم، بارك الله، بارك، السلام عليكم، بارك الله، السلام عليكم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وأن يعوضهما خيرا، نسأل الله أن يعوضهما خيرا، هذا الذي نقول. طبعا هذه هدية بسيطة سنقدمها للطفلين والفتاتين. Hadiah sederhana ini insya Allah akan kita berikan buat adik kita si kembar dan kedua adik kita Mashita dan Kayla. هذه الهدية لكن الظرف فاضي حقيقة، لكن الهدية أكبر من هذا الظرف. Amplop ini adalah hadiahnya, walau kelihatannya amplop ini belum ada isinya, tetapi insya Allah hadiahnya jauh lebih besar dari amplop ini. تكفلت السفارة السعودية بيعني الأمر من الأستاذ فيصل جزاه الله خير بإعطائهم جميعا هدية الحج إلى بيت الله الحرام. الله أكبر. الحمد لله كدوتان سعودي عربية di bawah pimpinan untuk sementara Bapak Faisal Al-Hunaini memberikan hadiah untuk haji ke Baitullah untuk semua adik kita si kembar dan Masyita dan Kaila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Kedua dan kedua orang tuanya insyaallah. Alhamdulillah. كم
عشت وأنا